مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى في أرضية ميدان المرموم. سن الإذاع والإبداع ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته أول أشواط الإنتاج والمنتجين، وهو الشوط الثالث عشر في الترتيب العام لأشواط صباحي هذا اليوم، والانطلاق والأثار الحاضرة في أرضية هذا الميدان. هملوله على رأس الحربة، هملوله على المركز الأول، تسيطر على المقدمة، وسالم بن سليم العامري يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني خيره تاتي في المركز الثاني، عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، وعسى ان يكون في الامر خيره. المركز الثالث العنجهيه تاتي في المركز الثالث، منصور بن سهيل بالحطم العامري على ثالث المراكز. والمركز الرابع سيوف، هذه سيوف محمد بن حمد بن قذوه العامري تتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس من الجانب الاخر، هذه غزل جابر بن خادم المنصوري، جابر بن خادم العوفري المنصوري يتقدم في هذه اللحظات. مياسة تتقدم في هذا الانطلاق كذلك، لحمد بن خالد بن ناصر الهاجري في المركز السابع في هذه اللحظة، والمركز السادس المركز السابع. هذه تدخلت الجذابة، هلال بن عيض بن هلال المزروعي تتقدم، بينما المركز الثامن، رقم واحد هملوله لسالمين بن دقاش بن محمد العامري. المركز التاسع، وهذه هتان سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، بينما الزود في المركز العاشر، وخليفه بن مبارك بن خليفه بن زاهره الخيلي. هذه النتيجه، مشاهدينا متابعينا الكرام، للعشره المراكز الأولى في أرضية هذا الميدان في أول أشواط الإنتاج والمنتجين في شوط الإذاع الإبكار في هذا الانطلاق، في شوط الإذاع والإبداع في شوط الإنتاج. الفوز والناموس للذة غير، للذة خاصة في الإنتاج، مع الملاك. يا سلام يا سلام، عودة بعد أن أكملت النداء إلى حضراتكم ومع مخرجينا وشاشة دبي في هذا النقل الحي والمباشر. أكملنا النداء الأول وتبعنا العشر المراكز من الأول حتى العاشر، وبنشوف إذا في تغييرات، أعود إلى المركز الأول، وهذه ملولة من البداية تسيطر على مقدمة الشوط. سالم بن سليم بالخصواني العامري يتقدم مع المركز الأول. هناك نعود مع المركز الثاني، وثاني المراكز خيره، عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري تتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث سيوف، المركز الثالث محمد بن حمد بن قذوه العامري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع لا زالت العنجهيه تاتي، ومنصور بن سهيل بالحطم العامري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامسة، وهذه تتواجد مياسة، حمد بن خالد بن ناصر الهاجري يقدم مياسة، وهلال بن عيض اليذابة، المزروعي ياتي على المركز السادس. المركز السابع، وهذه هتان سعيد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات. سعيد بن منانة بن غدير
المدير الكتبي يتقدم كذلك في هذا الانطلاق. بو سالم يتقدم متابع مقدم دائما مع انجازاته ومع انطلاقاته. ركز يا خميسي الزرعي. بو سعيد كذلك ولا مسلم؟ هذه عند مسلم. عموم بو سلطان ايضا يستاهل. هملوله سالمين بن دقاش بن محمد العامري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول. الشوط بيحمل تنافس، شوط الانتاج بيحمل أثاره. نسير مع المراكز الأولى، مع الانطلاقات الأولى. عودة إلى المراكز الأولى. و نعود إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق. وهذه مياسة، هذه مياسة حمد بن خالد بن ناصر الهاجري تتقدم بالمركز الأول، بل غيرت خيرة. عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري تنافس مثير في هذا الشوط. سيوف محمد بن حمد بن قذوة العامري تتقدم، بينما هملولة لسالمين بن دغاش بن محمد العامري أيضا تاتي في المركز الرابع. هذه المركز الخامس اليذاب هلال بن عيضة المزروعي، وبن منانة سعيد بن منانة بن غدي الكتبي كذلك يتواجد في هذا الشوط. والزود متواجدة خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. وعوده الى الامتار الاخير، الى الكيلو الاخير من صاحب اول اشواط الانتاج والمنتجين. الله، يا سلام يا سلام. اول اشواط الانتاج والمنتجين. اول اشواط المنتجين من بيحظى بن زاهر. بن زاهر الزود 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 والرايه لها مرفوعه، وجمهورها حازت على استمتاعه. يمسجل الارقام في الموسوعة، سجل معك تيم من حديث الساعة. الله يا الزود 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 سلالة الزود. وخليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي، يا سلام. بن زيتون غير. هذا اللي قالوا عنه يفعل الجنون في الأمتار الأخيرة. الله يا أبو سعيد، الله بن زيتون الدرعية. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي عود هالي منازف المجازف. والله بالسلامات والإنجازات، يا سلام يا سلام. عموما على كل حال تهانينا والناموس، تهانينا ابو سعيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والناموس وعلى لحظات وصول الدرعيه بالمركز الاول. بينما المركز الثاني وصلت فيه الزود لخليفه بن مبارك بن خليفه بن زاهره الخيالي. والمركز الثالث هذه هتان لسعيد بن منانة بن غدي الكتبي. المركز الرابع هذه مياسة لحمد بن خالد الهاجري. والخامسة رقم 7 سيوف، هذه محمد بن حمد بن قذوة العامري. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان، هذا التوقيت على شاشة التلفزيون بنشوف التوقيت الزمني 9:12. 7 أجزاء من الثانية. تهانينا الدرعية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني نشوف توقيتها مع مخرجنا. الثانية نشوف توقيتها على شاشة التلفزيون 9:16 جزء واحد من الثانية. تهانينا المبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي. المركز الثالث ناخذ توقيت الثالثة. هذه هتان 9:18 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا سعيد بن منانة بن غدي الكتبي على فوز هتان بالمركز الثالث. تهانينا للجميع.